السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن تصدق ما فعلوا لعون حماية مدنية في شاطئ شنوة بولاية باز، والشرطة تتدخل وتنقل الضحية إلى المستشفى. تابع الفيديو للأخير. قالت مصادر محلية على الفيسبوك مؤخرا أن بعض المصطفين قاموا بالاعتداء على عون حماية مدنية موسمي على مستوى شاطئ شنوة بولاية باز، حين تدخلت الحماية المدنية وقامت بنقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط غضب كل المصطفين والحاضرين في الحادثة. كما أضافت ذات المصادر أن مصالح الشرطة تدخلت بحزم لتحديد هوية المتورطين والقبض عليهم، فيما طلب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات الأمنية بضرورة تكثيف الرقابة على الشواطئ وتسليط عقوبات قاسية على المخالفين.